جددت رابطة أمهات المختطفين تنديدها بسياسات القمعية وحملة الاختطافات التي تشنها ميليشيا الحوثي بحق موظفي المنظمات الأممية والدولية والمؤسسات الخاصة، والتي طالت العشرات بينهم خمس نساء إحداهن من مع طفليها. وقالت رابطة الأمهات في وقفة احتجاجية اليوم بتعز إن اختطاف العاملين في المنظمات المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان ولكل المواثيق والأعراف الدولية. وانتقدت رابطة الأمهات صمت المجتمع الدولي، وقالت إنه يمثل تواطؤا مع الجريمة، وأعربت عن تضامنها الكامل مع الضحايا وعائلاتهم، وحملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم. تدير رابطة أمهات المختطفين اختطاف الحوثيين لأكثر من 45 شخصا من موظفي المنظمات الدولية والمحلية وشركات طبية، بينهم خمس نساء اختطفت إحداهن مع طفليها. إننا إذ نستنكر وبشدة هذا العمل اللا إنساني والذي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الإنسان ولكل المواثيق والأعراف الدولية التي تكفل الحماية للمدنيين والعاملين في المنظمات الإنسانية والحقوقية، فإننا نرفض سياسة الحوثيين القمعية التي تستهدف العاملين مع جهات مصرح لها العمل بشكل رسمي في اليمن، ونؤكد أن هذه الممارسات القمعية جريمة نكراء تضاف إلى سلسلة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق الشعب اليمني.